الميزان يعني، يعني بص انا مش حابب قوي نحرق احداث، بس هو الفكره ان هو الناس هتشوف ان شاء الله باذن الله حاجه جديده. اعتقد كل الممثلين اللي هم يعني بيحبوهم الموجودين معانا اعتقد هنقدمهم السنه دي بشكل مختلف، والادوار الجديده عليهم، وفكره ان انت توصل ان الورق بتاعنا ده انه يقدر يخلي كل الابطال دي توافق، ان كل واحد فيهم ينفع يعمل مسلسل لوحده فيوافق انه يعمل دور واحد من ضمن 10، وهو شايف انه عامل دور كويس وراضي عن نفسه بده. يعني مثلا احمد فهمي السنه دي ما بيعملش حاجه غيرنا، يا غادة عادل نفس الموضوع، يعني فاهم قصدي؟ فده موضوع مش سهل خالص، فكره ان الناس دي توافق على الوقت ده، فاعتقد الناس هتشوف تجربه مميزه كلنا اجتهدنا فيها من اول طارق الجنايني، احمد الجنايني، بهاء الدوادار، بكل الناس اللي هو كما مدير تصوير مونتاج، كل الناس اعتقد اجتهدت بشكل كويس، ان شاء الله هشوفوا تجربه مختلفه. لا والله هو يعني هو زي بعد البدايه كده، احنا بنلمس دايما بنلقي ضوء على شويه حاجات، بس هو انا طول الوقت ما بحبش فكره ان هو يبقى يعني فاهم مسلسل عن حاجه واحده يعني، بس هو الفكره ان هو بيلقي ضوء على شويه حاجات بسيطه كده، وفي نفس الوقت عشان يبقى المسلسل ليه هدف، يعني ما بقاش ان انت عملت مشروع من ولا حاجه، ما طلعت منه ما قلتش حاجه، الناس اتبسطت و30 حلقه خلصوا وما فيش اي انت ما قلتش اي حاجه للناس، او حاولت تصلح حاجه، او حاولت تقول يا جماعه ده مش كويس، او ده عايزين نصلح منه، او ده عايزين نجتهد فيه، او خدوا بالكم من ده. لازم تبقى عندك برضو اي تفصيله لازم انت تبقى بتحكيها. هو الفن مش لازم كله يبقى، ما ينفعش ان انت تعمل فيلم كله على ان رساله، وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش يبقى فاضي قوي كده، يعني لازم يبقى في بالانس في الموضوع.